مش دلوقتي. حاجة عجبتك؟ أيوة، ديناميكيات مميزة. شايف؟ الراجل العجوز لسه ذوقه حلو. أنا كمان لازم أصفي دماغي. أنا هتصرف مع فين، لازم أقابلها وأحاول إني أتكلم معاها. شخصياً؟ فين؟ كنيسة ترينيتي، بكرة بالليل. مهتم ليه؟ عشان أنت هدف مطلوب وواضح وضوح الشمس. مش لازم تحميني. لا لازم. عارف؟ انت قلتلي انكم مخلصتوش الشريط عشان الدنيا باظت بينك انت وبابا، بس ايه اللي حصل فعلا بينكم؟ الموضوع معقد، كنا شبه بعض قوي ومختلفين. خلص الاغاني وهات العينات دي كلها وهتسمع القصة كلها، اوعدك. عمي شكرا. كنيسة ترينيتي، افتكر تكرر ارمي الكوكو، سيبوا الولد في حاله. كنت فعلا تعبان كده، استريحت. تمام، أنا هكلم فين؟ أول ما أبقى مستعد. تمام، هكلم فين؟ أتمنى ترد. أهلاً سبايدر مان. فين؟ أهلاً، محتاجين نتكلم، لازم نتقابل. إيه، هتكذب عليا تاني؟ لا، عشان أصلح الموقف، أرجوكي قابليني في كنيسة ترينيتي، مفيش كذب تاني، أوعدك. أنت لو بتلعب بيا. تمام، هشوفك هناك. على الأقل عايزة تشوفني. تمام، كنيسة ترينيتي، يلا بينا. فكرتنا معاه. هي دي. طريقة غريبة جدا علشان تقولي انك سبايدر مان، ولو كنت قتلتك. بتحسسيني بالذنب عشان كنت هتقتليني؟ عايزاك تبطل تكذب عليا. ضميتك للمجتمع السري علشان فكراك فهمت. أنا فاهم اللي كريجر عمله في ريك. روكسون لازم تدفع الثمن، بس مش كده. دي الطريقة الوحيدة علشان أقدر أهزمه. لازم تبص الناحية التانية عشان خاطري. مقدرش، أنا وعدت. وأنا كمان. إيش معنى المكان ده؟ بابا جابنا هنا عشان الحفلة. سبع فرق من سبع دول، فاكرة؟ غانا أحسن واحدة. غانا ما كانتش فيها. قصدك غينيا. أنا عارف، متأكد إنها غانا. غينيا، بليز، هولندا، كوبا، كوريا الجنوبية، تايلاند، فنزويلا. أنت صح. عادة صح. عادة. إيه؟ Ha ha ha!
جالي إحباط. كريجر. أيوة شايفة يا أنسة ميسون، كنت عارف إنها هتفيدنا، بس أنت أعتقد إنك نفسي نتقابل وشينا في وش بعض. إحنا فين؟ مش ظاهر في الصورة. أكتر منشأة متأمنة تبعنا هنا جوه السوسيس بتعمل. أنت بجد نادل عارف كده؟ تعرف لما كنا أنا وأخوها بنطور النيوفورم، كل اللي عملته إنك حطيت اسمك على الاختراع. قال لي إنه الحاجة الوحيدة اللي أنت فالح فيها هي إنك بس تبيع أفكار الناس. على الأقل القلب لسه بينبض يا حلوة. بلاش تعمق، تمام؟ أول حاجة هنعملها هي إني واو جميل الكلام ده، هي دي أنظمة الدفاع؟ يا حلو قوي. تعرف هشيل القناع ده من على وشك وهنتعرف على بعض كويس قوي، لأن باين عليك مستوى تاني وعالي من الهندسة البيولوجية، وتعرف ده معنى إيه حبيبي؟ ده معنى فلوس كتير قوي. ماشي هروح ألعب رياضة، تمارين الرجل ما تتفوتش، خليها تقول لنا النيو فورم فين. ماشي مش عارف أفتح الساحة من غيره. استغله ممكن. يلا بينا نخلص اللي بدأناه على الجسر. مفيش كاميرات دلوقتي. لا انت كويس؟ كانوا هيقتلوك. مش ممكن. انا اقوى من شكلي. ها يلا نخرج من هنا. اكيد روكسون خلت راينو بدل ما تسلمه للشرطة، ده هبل. مفيش حاجة عن روكسون ممكن تفاجئني. كويسة؟ هتكون كويسة لما نخرج. هقفل كاميرات الأمن، ممكن تشوف الكمبيوتر؟ انت لقيت ايه؟ اهو المخرج من المكتب ده، لازم نرفع القفل الأساسي الأول من غرفة التحكم. الأول لازم نهرب من جناح الأمن، أنا هنزل تحت أشوف بنتعامل مع إيه. الباب مقفول. الصاعقة اشتغلت في الزنزانة، هتنفع مع الباب، بس لو عرفت بشغلها إزاي. أهلاً. اتفتح، هروح ناحية الدور. فوقيكي. هنخرج من باب الأمن، لازم اخترق وحدات التحكم عشان افصل الإنذار. هتصرف مع بتوع الحراسة. كاميرات المراقبة مفصولة في الجناح الجنوبي، يمكن يكون راينو قفلها. ده عايز يستجوب المساجين. أكيد الأخ التاني ده يقدر يجيب آخر سبايدر مان. عينيكم ما تخفلش روحكم. هو ايه حوار قطع الكهرباء ده؟ بتوع المجتمع السري مش هيأثروا علينا. خد بالك من قدامك اتنين. ازاي لقينا الاتنين دول؟ راينو راقبهم؟ مجرد اداة بيصوب ويضرب نار. في عميل قدامنا موقعه. مش تقريبا عندي حاجه نصيحه.
فاتت في كلامك قدام كريجر. يبان انه هادي بس بيغضب بسرعه. لاحظت؟ شفته بيغير 3 مساعدين عنده في شهر واحد. اتمنى خطه الساحه تمشي مظبوط. لازم نخلص منه. كريجر بيشتغل لمخلصه. فاكر ان ده اهم من الشغل. هسلمها للبحث والتطوير. بيعرفوا يتعاملوا كويس. سمعت حاجه؟ استعد. بدات شغل في الساحه. دول شغالين وقت اضافي لافتتاح الاسبوع الجاي. انا دوري في المناوبه اللي جايه. مستقبل الشركه كله معتمد على المكان ده. روكسون مش اوحش من اي حد. دي هتسيب علامة. احنا جاهزين. يلا نخلص منه. بيقاتل يا مقتول. دوروا عليه. امسكوا سبايدر مان واعتقلوه. ار اكس 73 القطاع عندك امن؟ مفيش رصد. شوف الموضوع. مفيش حاجة. خرجوا من جحر بسرعة. دورية مكملة. خلصت عليه. حالة طوارئ. خلصوا على سبايدر مان بسرعة. طريق السلامة انت كمان. الدنيا امان. امنوا المنطقة. ببرمج الشفرة. ثانية. اوكي. الكمبيوتر اللي بعده. اهدى. فين؟ لازم نتكلم. تفجير الساحة فكرة وحشة. وكمان اننا نسمم البلد بمصدر وقود مش آمن. ايوه. بس لازم يبقى في طريقة احسن للتعامل مع روكسون. احيانا الاساليب ما بتكونش صح. زي انك تقرر تكذب على اصحابك. خلينا بس نركز على الخروج من هنا. تمام. بس هنتكلم عن الموضوع. وقت النوم يا صديقي. مسرع باستخدام القوة المفرطة. ما تنسوش بيعرف يختفي. كنت عارف ان اقدر اعمل كده. تمام. هبوظ القفل الكهرومغناطيسي. محتاجك تشغل الجهاز. حاضر. شكله مكان محفوظات سجلات. يا ترى في ايه على الكمبيوترات دي؟ في تسجيل صوت هنا. هشغل الصاعق. الشرطة بتسأل عن راينو يا فندم. نقول لهم ايه؟ صاحبنا ده في الرفض شغال في برنامج اعفاء من الشغل. قول للشرطة راينو بيأدي خدمة للمجتمع. مش مصدق انهم خلعوا من الحوار. الباب مفتوح بس افتحوا بالعافية. هعمل كده. مش هسيبهم إلا لما أخد النيوفور. المفروض ما يكونش هنا. المفروض إنك كنت تمسك البنت. أيوة مش عاجبك. هنتفق بس سبايدر مان هو وسيلة الضغط على ميسون. يعني أنت قفشتهم مع بعض. يعني أنت
قفشتهم، بس ده بفضل معلوماتك. يعني أنا متأكد إن في شيء غريب بيحصل. إحنا اتفقنا إنك تسيب الولد. عمي إيرون؟ الولد. بحب لما بتقولها بطريقة أبوية أوي. سيب سبايدر مان وهجيب لك النيو فورم وهقول لك عن المجتمع السري كل حاجة. شفت؟ وسيلة الضغط بتنفع دايما. سبايدر مان، هقول لك وسيلة الضغط. أنا عرفت حاجات. النيو فورم بيمرض الناس زي اللي اتعمل فريك مايسن لو أنا أعلنت. بس لا، هقول لك، أنت حرامي مطلوب، وكمان في شغل موجود بينا، يعني هتونسني في الزنزانة، وعارفين إن اللي يهمك مصلحتك الشخصية بس. المهم هندخل ونطمن على ميسون وسبايدر مان. بس مفيش غير دعوة واحدة بس. أيوة، باي. عمي إيرون. لا لحظة، انت تعرف الشخص ده؟ مش هو السبب اننا اتحبسنا؟ لا، ده كنت عارف انه بيشتغل تبع روكسون، بس ما توقعتش ابدا انه يبقني. مش مصدقة بجد، انت وقعتني في فخ. خلاني افضل اسمع كلامك. لا، اكيد تحذير. ما كنتش عارف ان ده هيحصل. بس كفاية، يلا نكمل. بدأوا يقفلوا المكان، دي غرفة التحكم، لازم ندخلها. يبقى لازم نعدي من البوابات. في لوحة صيانة هنا بس محتاجة كهربا. هشوف أقدر أعمل إيه. أهلا. لازم ألزق في المولد. أهو في كهربا. بدخل عليها. ما أقدرش أخترق البوابات، بس ممكن أحرك آلة زي الونش ده. ممكن نستخدم دي. هدور حوالينا. بيبنوا محركات علشان مدرعاتهم. هاي، أنا أقدر أتحكم في الونش ده. ده ممكن يفيد؟ هاي، الونش فوق البتاع المحرك دلوقتي. البتاع المحرك. جاتلي فكرة. تحرك الونش عند خط الإنتاج. أيوة، أنا عارف أنت رايحة فين. تمام، الليزر ده المفروض يشغل المحرك. يا خبر، الليزر وقف. اقدر اوجه الكهرباء. الليزر خلص، بس هنتصرف. محتاجين مصدر طاقة. حلو، الشباك بتوصل الكهرباء. نقط التوصيل وشوية شبك، وغير المسار بالليزر. انت كويسة، استخدمي الليزر. الليزر اشتغل. هايل، لو شحنت المحرك زيادة كده ممكن ينفجر. ومحتاجين الانفجار علشان ندمر البوابات. وطي. يلا بينا، قربنا نخرج. ده طريق الخروج، دقيقتين بالظبط وهفتحه. شكلهم عرفوا خطتنا. مش صعبة، في مخرج واحد. تمام، أنا هتصرف مع الحرس، أنت افتحي الباب. في حاجة؟ هو أنت عمرك فكرت
تتصل بيا تقولي انك سبايدر مان؟ عارف بعد موت بابا وماما ريك بقى بالنسبة لي زي بابا بالظبط. افتكرت هيوحشني ان يبقى لي اخ، بس انت موجود. فين انا؟ افتحوا الباب. مش هيستحمل. يلا انا هبقى كويسة، اتحرك. اللي لابسين خوذ بتنور بيستشعروا اشارات حرارية، هيشوفوك في التخفي بتاعك. طيب تفتكري قسم البحث والتطوير بتاعهم هيقدروا يقتلونا؟ عندهم ملايين الدولارات من غير ضرائب. أمن الدور وأنا هخترق الأمن علشان نعرف نخرج. أقدر أدخل على الآلات لو عايزني أحرك حاجة. الوضع آمن هنا. ده ما كانش متوقع. أنت كويسة؟ آه، الشباك دي ماسكة الباب، القاعدة مليانة أجهزة إنذار، فخلي بالك. شخص اتقتل، شخص انت انتهيت. طريق السلامة انت كمان. RX 43 مفيش رد، شوفوا فيه ايه. تمام، في طريق الموقع. انا عارف انك مش بتثقي فيا. صح، انا كده. طب انا اقدر اغير ده ازاي؟ بطل تلف من ورا ظهري وبطل تعاملني اكني ما فكرتش في اللي بعمله. محدش هيجيلي لما ادمر الساحه، محدش غير روكسون. انت عارف انهم يستحقوا ده. بس اوعديني نتفاهم بخصوص الموضوع ده، تمام؟ اوعدك اني هسمع حقيقي، هسمعك. انا حسمت رايي يا مايلز، لازم تبدا تتقبل الموضوع. يبقى لازم اوقفك. لازم تبدأي تتقبلي الموضوع. عدي، قابلني في صالة العرض الناحية التانية من خط الإنتاج. شوفك هناك. ممكن يا عزيزي، ببساطة. وقت النوم يا صديقي. جاي؟ شكلهم قفلوا الأبواب، هشوف طريقة تانية. عندك دليل؟ علشان ما ظنش إن كلام اتنين زينا ممكن يقنع الناس. أكيد في طريقة. تقريباً ده المخرج. هو المفقودات. شكراً، أنا عارفة المكان ده. ده مختبر كريجر. كريجر عنده مختبر؟ للمنظرة بس. آه، ريك وراني صورة مرة. مختبر كريجر. لحظة، كل بيانات بحث النيو فورم موجودة هنا، تقارير عن السموم والسلامة اللي فشلت، واسم كريجر مكتوب على كل ده. ده هيدمر روكسون. انت حبيت شكلي الجديد؟ دي بقى مضادة لصواعقك التافهة. صواعق تافهة؟ لا بقى، دلوقتي هننهي الموضوع ده. اتعامل مع راينو ولا الفراغ.
نقدر نلعب شوية. لازم أوجهه ناحية الدبابات دي، يمكن تضع في الدرع بتاعه. أنا لسه شايفك. خلاص وقف دورك. حاضر.
تقدم شوية صواعق بالكهرب. انت مش عجبني. الصاعقة اللي هتخليني اهزمك. قربنا نخلص عليه. ما تقفش، هندمره خلاص. البنت دي كارثة. ايوه ايوه فعلا. عرفت يا أليكسي؟ نخلص بقى دلوقتي؟ أنا مش ما بقاش واعي. اديله. كريجر عايز يدرسك، لكن أنا عايز أقتلك. أنا لسه عندي طاقة علشان اهزمك. معلش حتى قرر انك تجرب. احنا هنكسر عظمي. دي ممكن تقتله فعلا. ده جد الموضوع ده. لحظة بس، اتأكد انه ما يعملش حاجة. أنا هرجع على طول. معلومات كريجر هتقفل روكسون بطريقة صح. أنت تعرفي إن كريجر قال لي إزاي أخوك مات؟ حكاية تحفة. اخرس. هو قال لي برضو إن دي كانت غلطتك. كريجر قدر يحدث المفاعل، زود الطاقة عشان يقدر يلحق التسليم. لو فين فضلت مكملة خطتها؟ مش ممكن. هارلم، انت اتفرجت عليه وهو بيموت. انت كنت عاجزة. لا 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 في داهية. فين انت كنتي؟ انت طورت الجسر، دمرت المختبر بتاعي، انت السبب اني خطفت. فين المفاعل؟ قرب مني تاني هقتلك. بس احنا عيلة. عيلتي ماتت. جانكي ساعدني.